أنا لكنهم بقول إن فضائياتنا ينطبق عليه ما يسمى إعلام الإرهاب. نعم، تروج تروج طروحات تعصبية، يعني قد لا يكون إرهاب مباشر بس تروج التعصب. تعصب، والتعصب هي بداية العنف، الغلو عندهم في الرأي، والعنف هو اللي يؤدي للإرهاب. يعني ما هو تعصب، تطرف، عنف، إرهاب. فنتيجة أنت لما تستخدم أو تستضيف رموز، تقول رموز دينية ولا رموز فكرية، فكرية ولا تعصبية، أيديولوجية معينة، طيب تصب، يعني أولا كل المخالفين له هؤلاء خونة، عملاء، إذا كان قومي فالآخر خائن وعميل، وإذا كان هذا الضيف يعني من ديني فالآخر ضال ويعني في عقيدته يعني فيها زيغة يعني. ثم بعد ذلك يعني يصب غضبه على الغرب وعلى الحضارة الغربية، ويبدأ خطابه مثلا انظروا ماذا يفعلون بالمسلمين، الغرب المادي، الغرب الإباحي، الغرب أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين. طيب هذا الخطاب ايش تبي يزرع في نفوس الشباب غير نوع من الكراهية، كراهية التعصب في الوقت اللي ايش يصور الماضي ظاهرا مجيدا والخلافة الجميلة وكذا. الشاب هذا لما يسمع هذا الخطاب ويقارن وضعه اللي فيها مآسي كثيرة، يحمل من؟ يحمل الآخرين المسؤولية، ما يحمل نفسه، ما يحمل وضع يعني هذا. قمع المثقفين للمثقفين أشد من الحكومات. أنا خايف من المثقفين اللي مثلي، ها يبي يهمشوني، يغونوني، يكفروني، ها أكثر من الحكومات. الحكومات مثل ما نقول الآن يعني تعطي مجال الحرية والتعبير، وهي اللي تحمينا الحين. منظمات المجتمع المدني، منظمات اللي مفروض تكون حامية للحريات، حامية للديمقراطية، حامية للحرية، هي اللي الآن تقمع المثقفين وتتهمهم بالخيانة والمخالفين. شوف النقابات اللي في الأردن قاعد شو تسوي، تصفق لصدام وتترحم لا زال على النظام المقبور يسمونه هذه، وتشكل واتحاد المحامين العرب تشكلنا انا هيئه من المحامين الدفاع عن صدام مثلا، وما تكلمت ولا كلمه يعني عن المقابر الجماعيه. يعني بعد مثل ما قلنا 50 سنة من الاستناره والتعليم والتحديث، ويطلع لنا واحد مثل بن لادن، ها واحد مثل صدام، واحد مثل الظواهري، واحد مثل ما ادري ابو غيل، واحد زرقاوي. نعم، لازم نعمل مثل ما عملت المانيا لما انهزمت. سوت اعادت النخبه الالمانيه اعادت النظر في ثقافتها، واكتشفت ان الثقافه الالمانيه باسرها، ها ثقافة قالوا ينابيع مسمومة، منابع مسمومة.